السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معاكم طريقة ولا وصفة طهي الدجاج تجيب بزاف بنينة الصراحة. يعني درتها مقبل في القناة لكن حبيت نذكركم بها، لأنه الصراحة يعني هذه الوصفة من أبن وأطيب الوصفات تاع الدجاج اللي تقدروا تجربوهم. يعني لي ما جربتش الدجاج ولا ما كلاتوش بهذه الطريقة، أنا نقول لك راكي مراطية بزاف ولا راك مراطي بزاف. يعني الدجاج يجي مشمخ، يجي مندي، ما يجيش ناشف، تجي فيه هذيك الصلصة اللي راكم تشوفوا فيها من الفوق، يعني بنينه بنينه كي العسل. كذلك درت لكم طهي هذا الارز، يعني الارز البسمتي، ودرت لكم بمقادير مضبوطه، وحتى الطريقه درتها لكم بالتفصيل هكذا باش تنجحوا فيه ومن المره الاولى. ولما تعرفش طيب الرز ويجيها معجن ولا يجيها ناشف، جربي بهذه الطريقه ورجعي لي بالخبر. حتى يعني وصفه الارز في القناه راني دايره يعني بزاف طرق، دايره المقلوبه بعده طرق كذلك. يعني فقط تدخلوا للقناه وشوفوا، راهم كاين اطباق بزاف شابين وما تلقاوهمش في قناه واحده اخرى من غير القناه تاع صباح كيتشن. هنا يعني راني شفتكم عندكم بزاف ما شكرتونيش، قلت هيا نشكر روحي وخلاص. المهم راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، نقولوا بسم الله وعلى بركه الله، وندخلوا مباشره في الفيديو ديالنا. انا في الاول كامل حبيت يعني نشارك معكم القضيان ديالي بالنسبه لهاد الحاجه. يعني مانيش بالفان ندير يعني القضيان ديالي ولا واش نقضي ولا. اذا مثلا راكو تشوفوا باللي هذا الركن من الفيديو يعني ما يعجبكمش ولا ما لازمش نديرو، فقط تقولوا لي في التعليقات وراح نستغناو تماما على هاد الفقره. وانا صدقوني يعني وريت لكم القضيان تاعي كيما يقولوا على طبيعته، يعني ماشي حسبت ما درت حتى حساب. يعني راني نشارك معاكم كامل واش نطيب، مرات نطيب بالدجاج، مرات ما نطيبش كامل، مرات ندير عدس، مرات ندير لوبيا، واش كاين الوصفه اللي كتبها الله راني نوريها لكم. يعني هنا وريت لكم حتى الخبز. هنا علاش يعني وريت لكم الخبز ولا وريت لكم، يعني القناه تاعي شفتوها معمره مطلوع، معمره خبز خمير، معمره الخبز تاع الكوشه. حبيت نوري لكم بلي يعني هذوك الوصفات مرات يعني نصوروهم للتصوير فقط، يعني ماشي معناتها انا راني ناكل غير المطلوع ولا يعني نطيب غير الكسره ولا. شوفوا هذه الكسره يعني شراها الزوج تاعي لانه يحب ياكلها بزاف. كي كنت في الدار تاع بدوه يعني كنت ندير 6 خبزات 7 خبزات وكبار، ماشي صغار كيما هكذايا، ومن بعد ناكل واش كتب الله اللي بقى، يعني نقطعها كامل نديرها في البابي فيلم ونديرها في الكونجيلاتور، يعني مين يسحق ولا يحب ياكل يلقاه واجد. ومن تخلص هذيك الكميه نزيد ندير كميه او واحد اخرى. دوكا من جيت لهاد الدار يعني رانا تقريبا عندنا واحد شهرين ملي سكننا، ولا مازال ما درت لا مطلع ولا كسر، راح نديروا وصفات في الايام القادمه ان شاء الله. انا وريت لكم هذاك الفلفل العكري ولا البابريكا، قلت له شري لي قيمته 20000. توجور شرو هذاك الفلفل العكري اللي يجي مندي، يجي يعني اللون تاعو احمر قاتم هكذا باش يمد لكم لون للطياب تاعكم وبنه. وبالنسبه لهذاك الفلفل العكري اللي يجي مندي، هذاك الزيت يعني هذاك الزيت لما يرحوه كامل يديروا له شويه زيت ويعني يبداو يخلطوا فيه هكا باش يولي مندي كيما شفتوا. حتى وصفه الفلفل العكري بودره راني ديرتها لكم كذلك في القناه. يعني راح نحاول ندير قوائم التشغيل هكذا باش اي حاجه نحب نوريها لكم نمد لكم فقط الرابط تاع قائمه التشغيل. قائمه التشغيل يعني تلقاو الفيديوهات المشابهه كامل للفيديو اللي عطيته لكم. انا وريت لكم كذلك حشيش كزبر وحشيش معدنوس، وهذه السلطه هي اللي نحب نشريها. علاش؟ يعني لما تخليها في الثلاجه حتى وتنقيها وتشليها تخليها يومين ثلاث ايام تقعد كيما راهي، كيما هذيك النوع تاع السلطه اللي وريتها لكم الخضره اللي فاتت، يعني نهار زوج تصيبوها كامل يعني ولات حمراء. يعني انا مرات نرميها كامل لانه يعني ما تشدش الوقت بزاف. الثوم كذلك ما كانش عندي وصيته، يعني عندي سمانه وانا نطيب فقط بالبودره تاع الثوم. هاوليك شرا لي واقيلا رطل ولا قال لي راه يدير تقريبا واحد الخمسة ولا 67000. بالنسبة للبصل كذلك وصيته يعني خيره لي بالحبة كيما يقولوا، قلت له حكم الحبة تاع البصل في هاد المكان تاع الأوراق هذا، قلت له عبز عليها إذا لقيتها ناشفة هذيك الحبة تاع البصل هي اللي تخيرها، إذا يعني مسيتها في هذاك المكان ولقيتها يعني كي شغل يدك تدخل تما تعرفها بلي الداخل راهي مدبالة وتصيبها كامل كحلة من الداخل. هذه يعني سواء كنتوا يعني نساء، وكاين يعني معظم النساء يعرفوا هذه الحاجه، لكن اذا كنتوا رجال وراكم تشوفوا حاولوا تطبقوا هذه الطريقه باش تشرو البصل ديالكم هكذا باش البصل يعني يشد لكم مده طويله. كذلك شرالي البطاطا، شوفوا البطاطا وشحال شابه،
هذه البطاطا تاع الرمله تجي نظيفه تجي شابه، يعني كيما تنقيها كيما تلقاها، يعني ما ترمي منها والو. كذلك جاب لي هذه الدجاجه وشحال نفرح نموت بالسعاده لما يجيب لي الدجاجه مشوطه، يعني نقص عليا بزاف الخدمه. راح نشارك معكم كذلك طريقه التقطيع وفي عجاله. يعني هنا اللي ما يعجبوش هذه الفقره تاع القضيان ولا كيفاش راح نقطع الدجاج ولا، تقدروا تفوتوا تروحوا مباشره للوصفه. انا حبيت ندير لكم يعني كروتين خفيف، يعني ماشي روتين، لكن يعني حبيت نشارك معكم كل حاجه. انا شوفت الخضره كذلك شاركت معكم وصفه تاع دجاج محمر في طنجره فقط، ودرنا الدجاجه مفتوحه ولا مسطحه كما يقولوا. انا لما نقيتها شوفوا يعني كنت نحيت كامل هذا المكان، هذا هو المكان اللي لازم ما نخلوهش. يعني كاين اللي قالوا لي خليتيها وهذيك البلاصه لازم تنحيها، يعني تحبوا تنحوها غير هذاك الجزء اللي من فوق كامل هكذا، يعني باش الشكل تاع الدجاجه يبقى شكل تاع الدجاجه، تحبوا تنحوها كامل. هاني نحيتها كامل في خاطركم هذه الخضره. انا كذلك حبيت نوري لكم ملاحظه، يعني كاين الدجاجه يفتحوها كامل، لو كانت تحبي ديرها محمره ولا محشيه يعني راح تحصلي معها. لكن شوفوا هكذا لما يكون هذاك الثقب صغير يعني تقدري تحشيها وتخيطي هذيك المكان الصغير فقط. يعني هنا لو كان جيت راح نديرها دجاجه محمره نقدر نحشيها بالرز، نقدر نحشيها بالبرغل، ما راحش يخرجوا كامل على برا. هنا يسمحوا لي يعني اللي تعيف ولا فوتي ديريكت للطيابه. اللي ما تعيفش وتحب تتعلم، حبيت نوريكم يعني طريقه تاع تقطيع الدجاج وكذلك في عجاله. هاي ليك، انا راح نحاول نحي كامل هذوك الشحوم اللي جايين من تحت، وكذلك يعني راني مسرعه الفيديو شويه هكذا يعني باش نكملوا بالخف. هاي ليك، انا نحيت هذاك الكارت كامل لانه جيناني. شوفوا هنايا يعني هاد المكان، دوك نوري لكم كاين اللي يقطعوا هاد الدجاج هنا يعني من الجهه التحتانيه تاع الفخاتين على زوج، ويجيهم يعني فخط كبير منه وفخط كبير منه. كاين اللي يحكموا هنايا في المفصل، وانا توجور يعني ندير هكذايا. هاي ليك، راكو تشوفوا هاد المكان تاع المفصل. هاي ليك، يعني المبتدئات اذا حبيتوا تعرفوا طريقه نتاع التقطيع. ان شاء الله فقط اليوتيوب ما يحذفليش هاد الفيديو، لانه اليوتيوب اي حاجه يكون فيها منظر تاع الدم ولا يعني يحذفها مباشره، لانه يشوف بلي هاد المناظر يعني يكونوا غير لائقين للمشاهد. بالنسبه لهذاك المرصو الثالث دوك نقيه ونحيلو كامل هذاك واش كاين داخله يعني تحت العين. هاي ليك، بالنسبه للجناحتين كذلك حاولوا تنحوا هاد الجزء. ها هو ليك، يعني احنا نحيوه ونستغنوا عليه تماما. هاي ليك، هنا كيفاش نحيو يعني الجناحتين، يعني حاولوا كيما حنا نقولوا تموروا فقط بالموس. هاوليك شوفوا كيفاش راني ندير، ومن بعد عاودوا كذلك خرجوا المفصل ديالكم. هاوليك لما يخرج راح تنحوا الجناح وبكل سهوله. هايليك، نزيدوا نديروا نفس الطريقه مع الجهه الاخرى، يعني نموروا فقط بالموس، ومن بعد كي شغل نفعصوا الدجاجه هكذا يخرج لها داك المفصل، المكان تاع المفصل هو اللي نقطعوا فيه. شوفوا الان واش بقى لنا، دوكا لازم نحو الرقبه ونحو هذاك الجزء الثاني، والصدر نخلوه وحده. هنا حاولوا يعني تحت الجناح تلقاو واحد الثقبه، شوفوا قطعوا عليها طول هكا. شوفوا هذه الثقبه هي تجي تحت الجناح مباشره تحت المفصل تاع الجناح. هاي لك، راح تحكموا هكذا وتروحوا قباله لهذيك الثقبه. هاي لك ولا هذاك الثقب. هاي لك، شوفوا كذلك راح نقطعوا هنايا. ايوا، ودركا استخدموا شويه قوه كما يقولوا. بالنسبه للحنجره هذيك وكلش، انا شوفوا نحي كل حاجه مع بعضها. هاي ليك، تبقى الرقبه يعني وحدها، ولما نوصل هذاك المكان نقطعه مباشره بالسكين. هاوليك، الصدر يعني تحبوا تخلوا له هذه الجلده، تحبوا تنحيوها يعني كيما حبيتوا. هاي ليك، راح نحاول نحي كذلك بعض الشحوم. يعني هذه الدجاجه الصراحه ماهيش مشحمه بزاف، شوفوا فيها غير شويه. الان راح نوريكم كذلك كيفاش نحيو يعني الصدر، تحبوا ديروا به اي وصفه وتخلوا فقط الكركاسه. هنا راني نقول لكم بلي الصدر تاع الدجاج كاين اللي يقطعوه على ربعه، اذا كان صدر كبير تقدروا تقطعوه على ثلاثه من الجهه اللي منا وثلاثه على الجهه اللي منا، يقطع لكم حتى ست مرصوات كبير اذا كان صدر تاع الدجاج كبير. هنا شوفوا كيفاش راني نحي الصدر تاع الدجاج، يعني فقط راح تتبعوا العظم تاعكم، تبعوا العظم تاعكم، ولما يكون السكين مليح يعني راح يساعدكم بزاف في الخدمه. شوفوا هنا الصدر تاع الدجاج، راكو تشوفوا هذيك القطعة الصغيرة اللي نحيتها واسمها الفيلي، وهي يعني أطرى مكان في الدجاجة. دوك نزيد نوري لكم في المرسو الآخر. هاوليك، تبعوا العظم فقط ما تخافوش. هايليك، راح نحي هذاك الفيلي. هاوليك، هذاك هو
يعني بزاف طري، والكركاسه كذلك ما راحش نرميها دوكا، معاها مع الجناحتين مع الرقبه نديرهم في ساشي ونعقدهم وندير بهم يعني شوربه تاع العجين، ندير بهم العدس، ندير بهم واش كتب الله. لكن في هذه الوصفه راح نستخدم الدجاجه كامل، ناحيه الرقبه والكركاسه فقط درتهم في كيس بلاستيكي حطيتهم في المجمد، والباقي تاع الدجاجه كامل طيبته. وهذاك التقطيع يعني كامل هذيك الدجاجه زدت يعني قطعتها قطع صغار، ضروري في هذه الوصفه يعني الفخذ تقطعوها على زوج، يعني كل حاجه قطعوها على زوج ثلاثه هكذا باش هذه الوصفه تطيب لكم بالخف. انا كذلك ملاحظه مهمه، شوفوا انا راني نغسل في الدجاج، وهنا يا بنتي الكبيره هي اللي راهي دير لي في الخل والملح، وتقدروا ديروا كذلك القارص لما يعني يكون يديكم ماشي نضاف ولا وتكونوا تنقوا في الدجاج، يعني حاولوا تنظفوا يديكم مليح مليح هكذا باش تقدروا تمسوا يعني حوايج واحد اخرين في الكوزينه، لانه هذيك البكتيريا اللي في الدجاج وكلش يعني تقدروا لما تمسوا بزاف حوايج في الكوزينه يعني هذوك الميكروبات كامل ترفدوهم لهذوك الحوايج، وراح تضطروا لاي بلاصه يعني مسيتوها لما كنتوا يعني تخلطوا في الدجاج راح تعقموها مليح مليح بالجعفل. المهم هنا الدجاج تاعكم يعني حاولوا ديروا شويه ملح شويه خل شويه قارص، شلوه زوج ثلاث مرات فحفحوه مليح وخلوه يقطر. اذا راح تطيبوه يعني طيبوه المارس ولا الدجاجة، إذا ما كنتوش راح تطيبوها يعني راح تستفوها مليح مليح المارس بعدهم على بعضهم وخبوهم في المجمد. هنا يعني استخدمت هاد الماركة، وانا نقولكم صراحة انا يعني هاد الماركة انا لقيتها في السيبرات قدام وين نسكن شريتها، ماشي مولفة نطيب هاد الماركة، ومرات يعني الماركة اللي لقيتها نطيبها الارز البسمتي راه يجي في ساشيات كبار كامل هادوك تاع 50 كيلو و25 كيلو، وبعد كل شركة تروح يعني دير له لومبالاج الخاص بها، يعني تقريبا كاين لداخل يعني نفس المنتج. انا عايرت 3 كؤوس، هذاك الكاس اللي سعته 250 ملل، نتوما ديروا الكاس اللي حبيتوا، المهم عايروا باي كاس عندكم، لانه هذاك الكاس اللي عايرتوا به هو اللي راح يعني ديروا به الكيل تاع الماء. والروز تاعكم نصيحه يعني شلوه زوج ثلاث مرات اربع مرات حتى تشوفوا هذاك النشا ولا هذاك اللون الابيض راح لكم كامل، الماء يولي صافي التمات تحبسوا هاوليك، يعني لما ولا الماء صافي درت فيه الماء، وهذا الماء ما هو سخون ما والو، ماء عادي من الحنفيه، راح نحطه هكذا بجنب ونخليه يتشمخ نص ساعه. نتوما اذا كنتوا راح ديروا هذه الوصفه ودرتوا معها الرز ولا اي وصفه واحده اخرى، حاولوا تبداو بالرز شلوه وديروا فيه الماء وخلوه يعني هكذا يشمخ، وروحوا طيبوا هذيك الحاجه اللي راح ديروها مع الرز ولا يعني قلوها ولا مرقوها، وعاودوا ورجعوا للرز تاعكم طيبوه. انا حنوريكم حبه تاع بصل فقط كيفاش راح نقطعها. انا هنا استخدمت 4 حبات تاع بصل يعني متوسطين الحجم. هاد الدجاج باش يجيكم بنين ضروري تكون فيه كميه مليحه نتاع البصل، يعني استخدمت ما بين رطل وما بين كيلو نتاع البصل. شوفوا التقطيع ضروري تقطعوهم تقطيع ناعم، يعني البصله قطعوها قريب شفافه هكذا باش تدبل لكم وتتكرمل لكم بالخف. الان راح نروحوا مباشره باش نطيبوا هاد الدجاج كيف كيف. انا شوفوا درت يعني واحد الربع مغارف تاع الزيت هاي ليك، راح نديروا البصل. وهنا شوفوا يعني ملاحظه كذلك يعني اللي ما يعرفولهاش، البصل اذا كنتم معولين يعني تحمسوه وتكرملوه مليح مليح وتجيبوا له هذيك لا كولور ماغون، ما ديرولوش الملح في الاول. الملح لما ديروه للبصل واش يصرى له؟ يخرج له كامل هذاك الماء ديالو، معناتها لو كنتوا راح تكرملوه كيما حنا نقولوا في ربع ساعه ولا 10 دقائق، لما ديروا له هذاك الملح راح يخرج الماء تاعو كامل لبرا، وراح تضطروا تستنوا هذاك الماء تاع البصل اللي يخرج ينشف لكم كامل باش يبقى غير الزيت باش تبداو تكرملوا فيه. هنايا انا واش درت؟ ما درتش كامل الملح. شوفوا هنا خذوا يعني وقتكم في هاد المرحله، ديروا نار متوسطه الى قويه وبداو حمسوا البصل تاعكم، حمسوا حمسوا حتى يولي لكم هاد لا كولور دوخي، يعني هذه هي لاباس تاع الطيابه تاعنا. اذا البصل تاعكم ما وصلش لهاد المرحله يعني هاد الدجاج يجيكم بنين، لكن ما راحش يجيكم بالبنه نتاع البصل لما توصلوه لهاد المرحله. شوفوا قطعنا 4 حبات تاع بصل يعني ولاو ما يبانوش كامل، كذلك درست 2 حبات تاع الثوم مع الملح، يعني درستهم مليح مليح وحطيتهم. حطيت كذلك ورق الغار ولا الرند، يعني الرند يمد بنه خاصه كذلك لهاد الدجاج. درت ملعقه كبيره من معجون الطماطم، وراني نواصل في عمليه التقليه. حاولوا تتقيدوا بهاد المراحل وطيبوا يعني الدجاج تاعكم بهذه الطريقه اللي عندها باش تشري دجاجه ما تراطيش هاد الوصفه، طيب بها اليوم غدوه بالكثير. اللي ما عندهاش يعني استناو حتى تصوردوا شويه ولا يجي راس الشهر ولا، وجربوا هاد الوصفه.
هاي الكانية مرة تكون عندنا دجاجة، لكن يعني تحيري وش طيبي بيها. بالنسبة للتوابل درت زنجبيل، درت كذلك رأس الحانوت الأحمر، درت كذلك شوية فلفل الكحل، ودرت البابريكا ولا فلفل عكري. يعني بابريكا درت واحد النص مغرف كبير. هنا شوفوا بعد ما تحمست هذوك التوابل ونقصت النار، درت نص كاس فقط تاع الماء. شوفوا نص كاس تاع الماء راح يكون كافي. دوكا واش ندير؟ راح نقص النار ولا نخليها متوسطه، ندير الغطاء ونخلي هذا النص كاس تاع الماء حتى ينشف لي تماما باش نعاود يعني نكمل الوصفه ديالي. كاين ربما وحده تقولي يعني الدجاج تاعك كان ناشف كامل من الماء، علاه ستي رحتي درتي له هذاك النص كاس؟ هذاك النص كاس درناه باش نزيدو نطيبو هذوك التوابل وهذيك المغرف كبيره تاع معجون الطماطم اللي درناه. يعني هذا علاه درنا هذاك النص كاس تاع الماء. هاو لي كنشف لي كامل هذاك الماء، يعني زاد بقى لنا الزيت فقط. دوكا هنايا نقصوا للنار حتى تكون راح تطفى، وحطوا المارس تاع الدجاج تاعكم. انا شوفوا راني زدت يعني قطعت هذاك الدجاج، شوفوا الصدر قطعته على شحال من مورسو. هاي ليك بالنسبه للدجاج، ماشي شرط يعني تنحوا له هذيك الكركسه. انا حبيت نوري لكم فقط كيفاش تنحوا الكركسه في هذه الوصفه. هذاك الصدر تاع الدجاج يعني قطعوه به بالعظم ديالو. حطيت الغطاء وخليت يعني النار هاديه تماما، يعني هنا واحد 10 دقائق. شوفوا كيفاش بدا يخرج المرقه ديالو. الدجاج فيه كميه كبيره نتاع الماء، فقط تحطوا عليه الغطاء وتنقصوا للنار راح يخرج لكم يعني كميه تاع الماء اللي ما تقدروش تتصوروها كامل. ما كله ديروا الماء، هذا الدجاج بدون ولا قطره ماء، يعني نطيبوه بدون ماء. راح نشوفوا السوائل يهبطونا من الدجاج ومن هذاك البصل فقط. انا شوفوا قلبت هذاك الدجاج كامل وحاولت نرفد شويه من هذاك البصل ونحط فوق الدجاج. راح نحط الغطاء، ننقص للنار، نخليها نار من متوسطة إلى هادئة، أو من المستحسن تكون هادئة. يعني هاد الدجاج كل ما ياخد وقته كل ما رح يجيكم بنين خير وخير، وكل ما رح يخرج أكبر كمية من السوائل. من بعد نوري لكم الدجاج هذاك وش رح يزيد يهبط الماء ديالو. أنا رح نروحو للروز تاعنا، يعني كاين نشوفهم يطيبوا مباشرة الروز يعني من الكيس قبالة للطنجرة. أولا يعني الروز هذاك راه يكون معمر بالغبار، يكون جاز على شحال من يد. ثانيا هذاك الروز راه يكون معمر نشا، يعني طيبوا هكاك من بعدك تقول لك الروز جاني معجن. ضروري الروز يتشل شحال من مرة يعني تحت الحنفية، ومن بعدك تشمخوا هكذا نص ساعة يعني في ماء عادية، يعني راح يتنحي لكم كامل هذاك النشا، والروز تاعكم راح يجي مفلفل كل حبة وحدها. كذلك الكمية تاع اليدام اللي ديروها في الاول، هذيك ثاني تتمد لكم نتيجه مليحه، والرز يجي مفرز كذلك كل حبه او حده. بالنسبه للارز البسمتي وريت لكم المكيال، شفتوني عايرت 3 كيسان تاع الرز في الاول كامل في بدايه الفيديو، عايرت لهم 4 كيسان ونص تاع الماء. واش معناتها؟ معناتها كل كاس تاع الرز يدينا كاس ونص تاع الماء بالنسبه لطهي الارز البسمتي. هنا رجعنا للطنجره ديالنا، يعني هذاك البصل بعد ما ولا لي شفاف، يعني ماشي شرط تكرمله ولا يكون شفاف فقط، يعني راح يكون كافي. درت له شويه رند، درت له شويه فلفل كحل وشويه ملح، ودرت له مكعب تاع مرق الدجاج. بالنسبه للتوابل هنا تاع الرز، من الاحسن ديروا توابل صحيحه، يعني التوابل يكونوا حب حب، انا ما كانوش متوفرين عندي. ديروا مثلا يعني الفلفل الكحل يكون حب، ديروا القرفه تاع العود، ديروا اللومي الاسود اذا عندكم هو نوع من القارص المجفف، ديروا الحب تاع الهيل، يعني الرز تاعكم يجي مخالف. راني مطيباته بهذه التوابل وشحال من خطره في القناه، راح نحاول نخلي لكم يعني رابط تاع وصفه ولا اثنان. بالنسبه لهذاك التقليه، يعني كنت كل ما نقلي ولا نحس بلي مسحقيه الماء كنت نفرغ من هذاك النص كاس. معناتها الرز ماشي تروحوا تزيدوا له الماء واحد اخر وتزيدوا له الكيل ديالي. انا هنا راني دايره 4 كيسان ونص تاع الماء فقط. بالنسبه لي ما تعرفش المكيال ولا تحب تطيب الرز، يعني اي نوع تاع رز لما ديريه يعني تدخلي الاصبع تاعك، ماشي يكون لاني المرقه سخونه ولا، يعني اطلعي 1 سنتيم على الرز تاعك، هكذا الرز تاعك يعني راح يجيه في القياس. اذا حبيتوا ارز بدون مكيال يعني بدون مكاييل كذلك راني دايره الطريقه. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، واللي ما يعرفش راح نخلي له كامل في شاشه النهايه. هنا شوفوا لما تمرقوا الرز تاعكم ماشي تقولوا نستناو المرقه تغلي فقط ونقصوا النار كي يشغل شمعة، لا، يعني هذا خطأ وكاين بزاف اللي يديروه. شوفوا لما تمرقوا خلوا النار تاعكم زايدة، يبدا يغلي الرز تاعكم خلوها زايدة حتى تشوفوا يعني هذاك الرز ولا يبان لكم من المرق ديالكم التمت اللي تبداو تنقصوا للنار. دوكا هاني هدرتها لكم هكذا شفاهي برك، نروحو نطلو على هذاك الدجاج تاعنا كيفاش يعني خرج كامل المرقة ديالو، ونعاودو ونرجعو للرز نوريها لكم يعني قدام عينيكم. شوفوا هاد المرقة كامل منين جات، صدقوني راني
نعطيكم الوصفات بكل أمانة. الدجاج تاعكم حطوا له الغطاء ونقصوا للنار فقط، شوفوا يعني هذه المرقة اللي راكم تشوفوا فيها، ودوك يزيد يخرج يعني الماء تاعو اكثر واكثر. لما يوصلكم الرز لهذه المرحلة يعني ماشي بزاف، بعد ما يغلي واحد ربع دقائق خمس دقائق فقط ولا أقل، راح تشوفوا الرز تاعكم بدا يبان لكم، يعني شرب هذيك المرقة وبدا يبان كيما راكم تشوفوا، ويبدا يدير في هذو لي بول لهنا. في هذه المرحله تنقصوا للنار تاعكم وتطفوها وتخلوها كي الشمعه، حطوا الغطاء والغطاء تاعكم يكون محكم كيما حنا نقولوا ما يخرجش البخار. دوك تشوفوا هنا اسكو راهي تبان لكم النار بلي راهي شاعله، راني منقصت لها كي الشمعه ونخليها هكذا تيتشرب السائل تاعو تماما. ربما راح يدي لكم 8، ربما راح يدي لكم 10 دقائق، وعينكم هي ميزانكم، يعني ما تقيدوش بهذه المده. هنايا الرز تاعي يعني مازال واحد زوج دقائق ولا ثلاث دقائق فقط ونطفي له. حكمت هنا البودره تاع الزعفران حطيتها من الفوق يعني ناشفه كيما هي. لو كان ديروا هذه البودره تاع الزعفران في الماء ومن بعدك تفرغوها يعني الرز تاعكم كامل راح يولي صفر. ودرت قطع من المقارين، انا استخدمت مقارين ماني من الفوق هكذا باش يجي مفرز كل حبه وحدها. شوفوا شوفوا المرقة كيفاش ولات، تقول يعني مرقنا هذاك الدجاج ودرنا له الماء وحنا ما درنا له ولا قطرة تاع الماء. بالنسبة للدجاج شحال خدالي تقريبا على النار هادئة، ومرات يعني تروح للمتوسطة حوالي 25 دقيقة حتى نص ساعة. وعينكم هي ميزانكم المبتدئة واش ديروا، احكموا فرشيطة ولا حكموا موس ولا، وفتحوا شوية الدجاج تاعكم. إذا لقيتوه طاب 100% يعني راح تطفيه له، ودرت له شوية معدنوس من الفوق. تقدروا كذلك ديروا له عصرة من الليمون، تقدروا تخلوا حتى يعني تكونوا راح تاكلوه وتعصروا له القرص من الفوق كيما حبيتوا. هاوليك الرز تاعنا، راح نحاول ندير لكم الإضاءة، شوفوا كيفاش جا، يعني جا مفرز كل حبة وحدها. بالنسبة لتقديم الطبق يعني ديروا كيما حبيتوا، أنا حبيت نوريكم هذا الصحن فقط، إذا حبيتوا يعني تدريسيو كيما أنايا. بما انه يعني المرص تاع الدجاج شويه صغار يعني كل واحد حطوا له 3 مارس 4 مارس، حطوا له كذلك شويه من المرقه شويه من هذاك البصل المكرمل. يعني واش نقول لكم، واحد البنه روعه روعه روعه. فقط ملاحظه للمبتدئات، ولا نوصيكم يعني لما تكونوا تكرملوا في البصل تاعكم بالكوا يعني تلحقوا للمرحله حتى وين تحرقوه، لا لا هكاك الدجاج تاعكم يجيكم مر. يعني حمروه بالطبع لما تشوفوه ولا ماغو معسل التمات راح تحبسوه، وضيفوا الدجاج ديالكم. بالنسبة لي تقدر يعني تتخيل هذا الطعم، هذا الطعم يجيك شغل دجاج محمر بصح هو مندي عليه بنين عليه. شوفوا هذاك الرز لما تخلطوه مع هذيك المرقة وهذاك البصل كذلك يعني تجي عنده واحد البنة خاصة. هنا فتحت لكم الدجاج هكذا باش تشوفوا بلي راه طايب من الداخل 100%. يعني خلوه فقط على نار هادئة 25 دقيقة نص ساعة، تقدروا تزيدوا عليها شوية فقط، يعني ما تحاولوش تبخروا هذاك السائل كامل هكذا باش الرز تاعكم تلقاوه باش تسقوه. وصلنا لنهاية الفيديو، هذاك الجا ما تبخلوش عليا به هكذا باش نزيد نتشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. في الأخير ما لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.